السلام عليكم، معكم محمود من قناة روغ لايف. ده استاد لوكوموتيف اللي موجود في شمال شرق موسكو. ثواني بس عايز اوريكم حاجة غير الاستاديون. هنا كان في ترجمة هنتر صغير كده، وفي محل اشان. جيت ده النهاردة لقيته تهد، مش موجود، جابوه على الارض. بس الحمد لله الاستاد موجود وشغال، وبنخش ونلعب ونعمل اللي احنا عايزين. فادي استاد لوكوموتيف. في محطة، في هنا محطة تشيركيزوفسكايا، دي بالنسبة الى شاركس يعني تشيركيز. ودي محطة مترو، في محطة امسكا قدامها الناحية التانية وراها يعني. انا بحب المكان ده، باجي كتير فيه يعني، مواصلاته سهلة يعني. والملعب هنا حلو الصراحة، مش الملعب الرئيسي طبعا يعني، بتبقى حته كده على جنب بنلعب فيها. المهم زي ما بقول لكم، في الامسكا كمان اللي هو الخط الدائري اللي هو اوسع حاجه على حدود موسكو، بيخدم وسريع وكويس. هنا في سبورت ماستر، بس بيبقى الحاجات اللي هي السكيتك اللي عليها تخفيضات بتبقى حاجة. شفت بقى انت تصور ويجي حد يديك اعلان يعني استنى استزوق يعني، دي احيانا مش عند بعض الروس حته الاستزواق دي. طيب عشان بقى اللي ايه اللي تهد هنا هيفتح في المول هناك ده. فبقول لكم سبورت مصر اللي هنا الحاجات بتاعته بتبقى الحاجات اللي هي المرتجعه، حاجات قديمه، سيزون قديم، عليها بقع، فيها ديفوهات، بتتباع هنا. فالواحد ممكن يشتري حاجه ويفرح انها رخيصه، لكن يفاجئ ان هي فيها ديفو كده وحش، حاجه مثلا تحت البط مش باينه بس سخيفه، لو مقطوع طب ما هيفضل الحشو اللي جوه يطلع وهيبوظ الجاكيت بسرعه او الحاجه اللي انت بتشتريها. يعني نخلي بالنا لو نشتري حاجه عليها خصم كبير ورخيصه ومن مكان مثلا اللي هو سكيتكي او مثلا بتاع اوتلت او كده، تفلي الحاجه كويس جدا. لو انت مش خبره في الموضوع ده يبقى ما تشتريش، نصيحه. ده الامسكا، المحطه اللي هي الثانيه بتاعه تشيركيزوفسكايا. المنطقة نظيفة وبينظفوها، وجيتها كتير زمان ولحد قريب والنهاردة، وهاجي كمان في المستقبل ان شاء الله لو كان لينا عمر. وفي كمان كان في بيزنس سنتر هنا الناحية. المهم يعني المنطقة كويسة للي عايز يسكن فيها. هنا الايجارات غالية التنين، فنخلي بالنا. عندك استعداد تدفع 48,000 روبل في الشهر على اوضة استوديو او اوضه بصاله؟ بالتوفيق للجميع ان شاء الله. اشوفكم على خير في حفظ الله من موسكو. السلام عليكم.